متخصصون في التواصل انه من بعد 45 دقيقه فانتباه تنقص 50 سنه ناهيك عن يوم حافل بتدخلات جد مهمه ربما في كثير من الاحيان يصعب هضمها بغناها فقررت فقط في اخر لحظه ان اتكلم بدون ان اكون لاصق للنص الذي هيئته والذي هو موجود ان اشاطركم بعض الافكار بعجاله ولكن بصوت مرتفع. اولا قضيه الربيع العربي كمصطلح يظهر الى اي حد الأدوات المفاهيمية التي نتداولها في المجتمع الأكاديمي بغنت عن عجزها عن تحليل واحد الواقع جديد الذي يتطلب قدرات مفاهيمية أو وسائل مفاهيمية جديدة. والدليل على ذلك نتكلم عن ربيع عربي وهو مفهوم جورناليستيك، مفهوم ديال الصحافة، الصحافة فقط ليس له أي أساس معرفي إبستيمولوجي معروف ستاندارديزي ريفيرونس، هذا يجب أن نقر بذلك. فعلا نتكلم عن ربيع عربي، عن حراك، عن ثورة، عن تغيير، عن انتقال إلى آخره، وكلها مفاهيم بوعي أو غير وعي، إما نبقى على مستوى الوصف حراكي يمكن يمشي للأمام أو الوراء، أو أن ننغمس في بعض لي غير الحلم الثورة، الثورة تنم على أننا دخلنا ككيان أونتولوجي دخلنا في واحد النوع من التعامل الإرادي مع واحد الحدث. كذلك نتكلم عن يقظة، هذا كله مفاهيم عندما نريد أن نحللها علميا نجد أننا أمام فراغ. النقطة الثانية التي أريد أن أحللها وهو أنه قبل حدوث ما حدث 2010 كانت هناك على الأقل ثلاثة تيارات في التغيير حول التغيير، مع العلم أنه بالنسبة للأمريكية الأمريكا اللاتينية هناك اجتهادات كبيرة جدا ولكننا لم نستفد منها حتى الآن، وسأقول لماذا. كان هناك على مستوى الغرب التفكير الغربي الأكاديمي اللي كيتف في مراكز البحث اللي فيه تانك ديالهم أن العالم العربي ليس هناك أي قوة موجودة على مستوى المجتمع المدني، ما كناش يتكلموا على المجتمع المدني، تيتكلموا على The Arab Street، وكأننا نختزل في الشارع حيث ما عندناش تصور، ما عندناش ما كاينش واحد اللحمة إلى آخره. هذا هو التصور اللي كان سائد أنه هناك أنظمة مسيطرة وهناك مجتمع ديكومبوزي ما عندوش واحد أموف، ما عندوش واحد النوع من ما يمكنناش نصنفوه إلى آخره. هذا هو التصور، ولهذا كان should be stabilized or democratized، هذا هو. ولكن يقول بأنه الديمقراطية لا يمكنها أن تحدث في هذا المجتمع لأنها مجتمعات غير مؤهلة. حتى بدات كان تحول مع 11 سبتمبر 2011 2009 11 سبتمبر 2009
2001 11 سبتمبر 2001 اللي بدا داك التغيير مع اللي جا مع بوش بان انه فعلا هاد المجتمعات ربما حال الوقت لمساءله الانظمه بارتباط وبتمفصل مع مصالح الغرب. هذا اللي كان هذا هو التوجه العام المسيطر المينستريم اللي كان مسيطر. وكان واحد التيار عربي ربما ما عطيناش اهميه وقت واللي تيتزعموا كاتب كبير اللي الحياه ديالو كلها مضاها في تحليل الثورات، كيف ما هي الشروط لإحداث ثوره في بلده، واللي عرفتيه ربما وهو نديم البيطار هو السوري الاصلي، واللي بعد تحاليل تحلل جميع الثورات اللي عرفها العالم وخلص الى ثلاث نقاط اساسيه. اولا باش تحدد ثوره شنو خص، خص يكون واحد التهديد خارجي. هذه القضيه فعلا حسب ما حدث منذ 2011-2010 في العالم العربي جاوزنا ذاك النقاش اللي كان change from within or from without، اي تغريب من الخارج او من الداخل. هذا ما بقاش الان، ما بقاش شي واحد الان تيطرحوا على اعتبار ان الحراك او الحراك الاجتماعي والتغيرات حدثت من الداخل. هذا شيء اساسي وربما ما عرفناش اهتمام كبير كمحللين. العنصر الثاني اللي جاء مع نديم البيطار وهو انه يجب ان يكون هناك الزعيم الكاريزماتي، واللي بان انه الزعماء اللي عندنا هما زعماء ابعد ما يكون عن الكاريزميه. النقطه الثالثه او العنصر الثالث وهو بلد قاعده، بلد عنده واحد المكونات لكن الان بان ان هذه المجتمعات العربيه كلها مجتمعات، وبان بعد الارقام والاحصائيات اللي جات في التدخلات المهمه ديال الاخوه اللي سبقوني، ان هذه المجتمعات رغم ما يمكن ان يقال فهي مجتمعات او اقتصاديات جد هشه. انطلاقا من هذا يبقى السؤال المطروح الان في هذا السياق هو ما حدث؟ من هم العناصر المؤثره فيها ما حدث؟ تنوجدوا انه كاين خطاب كذلك حول المجتمع المدني، ولكن تنجيو الادبيه للمجتمع المدني تنصبوا على انه المجتمع المدني في تحليله او في سا ديفينيسيون هو كل القوى اللي تتكون بين العائله وبين الدوله، هي منها الجمعيات الاهليه ومنها الان جي اوز، المنظمات غير الحكوميه الى اخره، المنظمات اي هناك واحد الهاجس ديال الاورغانيزاسيون اللي بان في الواقع. هذا الربيع العربي كان وراءه ماشي جمعيات بقدر ما وراءه افراد، ولهذا ملي تنحلوا هاد العناصر تنوجدوا على ان حتى هاد المفهوم ديال المجتمع المدني اللي تختلف على المجتمع دوكو. شنو هو الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع؟ وهو انه اشخاص او جمعيات اللي عندها هاجس ديال التنظيم ديال التغيير اي وقت اي جهه، واللي تتنخرط في هذه الديناميه ديال المجتمع، لاننا ماشي كنا تنتمي للمجتمع المدني، حنا كنا تنتمي للمجتمع وهذا هو الحد الادنى، ولكن باش ننتمي للمجتمع المدني وهو الانخراط في اراده التغيير سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي. هذه القضيه ديال المجتمع المدني كذلك ملي تنسالوها وما يحدث على ارض الواقع نجد ان هذه كذلك
موضوع تساؤل إبستيمولوجي. الآن واحد النقطة أساسية مش نطلق الشطر الثاني من التدخل ديالي اللي سبقوني الإخوان اللي تركوه هو أننا ربما ما رأيناش واحد النقطة واحد العامل الأساسي في التغيير اللي حدث. شنو هو؟ هو الجانب الاقتصادي والمالي، لأن من 2007-2008 مع الأزمة الكبيرة التي حدثت أثرت بشكل كبير جدا على سرعات الوتيرة ديال التاريخ، الوتيرة ديال إرادة التغيير على مستوى ديال المجتمعات العربية. هذه القضية احنا كنا الأكثرية الاهتمام ديالنا نصب أساسا، بل أكاد أقول بشكل انفرادي على المستوى السياسي أو الثقافي أو الهوياتي، ولكن ما أعطيناش الأهمية للتأثير ديال الأزمة الاقتصادية اللي سرعات من داك التوترات الاجتماعية. وهذا أساسا من ربما حل الوقت باش نشوفوا نسألوا هذه المعطيات الإحصائية اللي جات واللي موجودة الآن واللي بينات أنه منذ 2007-2008 حتى 2010 كنا في واحد الوتيرة إدارية أساسية واللي فعلا سرعاتها التغيير. الآن من بين العناصر للتغيير هما الشباب، هذا مسألة اللي الآن لا يتنازع فيها الاثنان، هذا مما لا يدعونا جل الشك من الشباب. ولكن خاصية الشباب الآن شنو هي؟ جوج حاجات أساسية. أولا وصلنا لواحد الكم ديال الشباب متعلم اون ماس كريتيك. ثانيا حسب ما يحدث الآن وهو أننا دخلنا لواحد المنعرج تاريخي اللي هو ما يسمى ب لا جينيراسيون نيميريك، الجيل الرقمي. شنو هي هاد لا جينيراسيون نيميريك؟ انه اصبح الان الشباب يتفاعل ولكن يفعل فيما في هذه الوسائل اللي الان ديال التواصل. انا لا اشاطر رايي تقول باننا نحن مستهلكين، لا لم يعد هذا. ربما في الجيل ديالي انا كنا مستهلكين، لان انتم تشوفوا لا جينيراسيون تلفزيون تشوفوا صافي متتهدات في التلفزيون. الان مع الانترنت لا اتفاعل، تقول جيم وجنب بابا على الاقل، ولا تندير لي كومونتير، ولا تمكن نعطي تمكن جو بو دينونسي كيكان جو دينونسي. وهذا ربما الان تبان لنا مساله، ولكن راه هذا تحول تاريخي اساسي على مستوى بناء العلاقه مع الحاكمين، العلاقه بالمجتمع مع الدوله. نحن دخلنا في مرحله تاريخيه، ربما لانه المؤرخين تعرفوا اننا تنفعلوا في التاريخ، ولكن من بعد تيبان انه ماذا وقع هادشي كله، لانه الناس اللي كانوا في 14 جويلية 1789 من خداو لا باستي الناس الثوره ما كانوش يعرفوا بانهم تيقوموا بالثوره الفرنسيه. حتى من بعد عاد حللنا وركبنا الى اخره، ونحن الان في طور هذا ما اسميه سأقف بعد أن نجد أننا دخلنا في ما يسميه توماس كيون لكراتمون في الطاقم، في شرح انفجار النموذج على مستويات كثيرة جدا. ولهذا نحن كأكاديميين عندنا واحد النوع ديال الغطاء بارابور اسكي اكزيست. وهذه القضية ربما مع الوقت نحن في طور دبريتش هذا التأخير أو تجسير هذا اللي هو او على الاقل ما يحدث بين ما يقع وبين مفاهيمنا او نطبقها. شكرا.